أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من افتتاحية لصحيفة الميثاق الوطني تحت عنوان المقاومة العراقية صفر خالد في تاريخ العراق، جاء فيه 20 عاما وجريمة الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني ومن شاركهم العدوان مستمرة في تدمير العراق على جميع المستويات، وسيادة الوطن رهنها من يقود العملية أو رهنها من يقود العملية السياسية الحالية، وجعل الأراضي العراقية مستباحة لكل الغرباء، وهي نتيجة طبيعية لأن أحزاب السلطة وشخوصها صنعوا بأياد خارجية وليسوا صنيعة الشعب. وتقول افتتاحية الميثاق إن استراتيجيات الاحتلال كانت خطيرة وتهدف إلى إنهاء العراق بالكامل وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يفضي إلى تقسيم العراق ودول المنطقة. وهنا لابد أن نسجل بكل فخر واعتزاز الدور الكبير الذي قامت به المقاومة العراقية وأفشلت مشروع التقسيم وتمدد الاحتلال لدول المنطقة. المقاومة العراقية كبدت أمريكا خسائر فادحة بالأرواح والمعدات العسكرية والكلفة الاقتصادية، عشرات الآلاف بين قتيل وجريح لأقوى جيش في العالم، وتريليونات الدولارات التي استنزفت الاقتصاد الأمريكي. كل ذلك دفع الإدارة الأمريكية على الانسحاب الفعلي من العراق منذ عام 2006 لولا خيانة الأطراف المتآمرة على العراق ودعم إيران لسياسة القتل والتكفير والطائفية للمساهمة بحرف بوصلة المقاومة وإنقاذ جيش الاحتلال لتستمر المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي في الذكرى 20. وعندما نستذكر هذا التاريخ المشرق فإننا نؤكد أن جهود العراقيين مستمرة في استعادة بلدهم وإنهاء آثار الاحتلال السياسية والثقافية والعسكرية، وهي تتنوع من حيث الإعلام والتظاهرات والرفض لمشاريع الاحتلال، وقد تجسد ذلك بمقاطعة الانتخابات لأن الأوضاع التي وصل إليها العراق مأساوية ولن تنتهي إلا بنظام سياسي وطني يرسمه العراقيون عبر مراحل مدروسة. الآن إلى صحيفة The Guardian والتي كتبت مقالا جاء عن قصف العراق وأنه خلف معدلات إصابة بالسرطان أكثر من قنبلة هيروشيما. وجاء في المقال: في ظل مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق، تظهر بيانات أن الحرب خلفت إرثا ساما أسوأ من القصف الذي استهدف هيروشيما. ووفقا لدراسة بحثية قبل سنوات، ارتفعت معدلات الإصابة بالسرطان ووفيات الأطفال في العراق بسبب الحرب. فبعد القصف على اليابان ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الدم بين أولئك الذين يعيشون بالقرب من الانفجار بنسبة مدمرة بلغت 660%، أي بعد مرور 12 إلى 13 عاما على القنبلة، وهو توقيت بلوغ الإشعاعات ذروتها. أما في الفلوجة فارتفعت معدلات اللوكيميا بنسبة 2200% في فترة زمنية أقصر بكثير بمتوسط 5 إلى 10 سنوات فقط بعد التفجيرات، بحسب صحيفة The Guardian. من خلال شهادات تم تناقلها، بدأ الأطباء في العراق بالإبلاغ عن زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالسرطان وكذلك التشوهات الخلقية بعد أن بدأت الولايات المتحدة في قصف البلاد. أظهر البحث الذي قاده الدكتور كريستوفر باسبي أثناء وجوده في جامعة أوليستر أن ملاحظات الأطباء مدعومة بالبيانات، بالإضافة إلى الزيادة الهائلة في معدلات الإصابة بسرطان الدم، وجد باسبي وزملاؤه زيادة بنسبة 1260% في معدلات الإصابة بسرطان الأطفال في الفلوجة بعد القصف الأمريكي، فضلا عن زيادة بنسبة 740% في أورام المخ،
ووجدوا أيضا أدلة على تعرض العراقيين للإشعاع، حيث كانت معدلات وفيات الأطفال أعلى بنسبة 820% منها في الكويت المجاورة. تأثير الذروة في أولئك الذين تعرضوا للإشعاع في هيروشيما كان أقل من التأثير في جميع أنحاء الفلوجة. يقول الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي: بعد 20 عاما على غزو واحتلال العراق، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية نصا تشريعيا يلغي التفويض الذي منح آنذاك للرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بشن الحرب على العراق عام 1991، كما ألغى الإذن الذي منح للرئيس الأسبق جورج بوش الابن باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2003، وحاز النص على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي معا. يقول الكاتب: هم لا يرغبون بإعطاء تفويض لأي رئيس أمريكي قادم بأن يرسل القوات كما حصل في تفويض العراق عام 2002 من دون أن تكون هناك موافقة صريحة أكثر وواضحة أكثر من الكونغرس. يبدو أنهم يفكرون في إيران بعد أن وصلت المفاوضات في الملف النووي إلى طريق شبه مسدود على الأقل في الوقت الراهن، وتصريحات بعض أساس الأمريكيين بأن جميع الخيارات للتعامل معها على الطاولة، لذلك لا يريدون إعطاء فرصة بأن يشن الرئيس حرباً على إيران من دون تفويض واضح من الكونغرس. وهم يؤكدون على أن الرئيس قد يقول بأن هنالك حالة دفاع عن النفس تتطلب التحرك، لكن هؤلاء الأعضاء يقولون بضرورة قيام الكونغرس بالسعي إلى ضبط هذه المسألة قبل التصرف. ومع كل ذلك، فإنه لا بد من القول بأن الفترة الممتدة ما بين إلغاء التفويض باستعمال القوة العسكرية في العراق واستصدار قرارات جديدة بديلا عنه ستترتب عليها أوضاع أمنية جديدة لا يمكن أن تتركها واشنطن سائبة. فكيف ستتصرف الولايات المتحدة في ضوء الحالة الراهنة؟ هنالك أصوات داخل الكونغرس الأمريكي برر أصحابها تصويتهم على إلغاء التفويض باستعمال القوة العسكرية بالقول إنهم لا يريدون حرب العراق أن تتكرر مرة أخرى في مكان آخر. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أشارت فيه إلى التبعات الناجمة عن موافقة رئيس وزراء دولة الاحتلال على تشكيل الحرس الوطني الذي يطمح به الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. ولطالما ضغط بن غفير من أجل تشكيل الحكومة أو الحرس الوطني والذي يتألف من كل من القوات المسلحة النظامية والمتطوعين الذين قد يجري نشرهم في وقت قصير خلال أوقات الاضطرابات مثل هبات الكرامة بالداخل المحتل في أيار مايو 2021 التي وقعت خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس. وتشير الصحيفة إلى أن منتقدي تشكيل الحرس الوطني يذكرون أن القوة ستوجه ضد فلسطيني الداخل وسط مخاوف من استخدامها ضد أعداء بن غفير السياسيين. إذا مر هذا الأمر فسيكون خطراً وشيكاً على حقوق المواطنين العرب في هذا البلد، وسيؤدي هذا إلى إنشاء نظامين منفصلين لتطبيق القانون: الشرطة النظامية التي ستتعامل مع المواطنين اليهود، وميليشيا عسكرية للتعامل مع المواطنين العرب فقط. الحرس الوطني الذي اقترحه بن غفير يبدو وكأنه نسخة رسمية من الجماعات اليمينية المتطرفة المسلحة وبعضها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي ذهبت إلى الأحياء العربية أثناء أعمال الشغب، وهم يرون أن نشطاء المستوطنين المتشددين هم أكثر المدنيين احتمالاً كمتطوعين في القوة. وقالت مها الخطيب المحامية والناشطة من مدينة اللد المختلطة التي تضررت بشدة عام 2021: الخطر كبير، سيعمل المستوطنون الآن رسمياً تحت قيادة بن غفير مسلحين.
ونقرأ مقالا من صحيفة الشرق الأوسط للكاتب ممدوح المهيني تحت عنوان محاكمة تعيد الحياة لترامب. يقول الكاتب إن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون عدو ترامب اللدود الذي نشر كتابا كاملا هدفه الوحيد فضح رئيسه السابق غير سعيد بخبر محاكمة ترامب، هل غير موقفه منه؟ بالطبع لا، بل إنه يفضل أن يراه خلف القضبان، ولكنه يخشى أن تلعب المحاكمة دورا عكسيا وتصب في مصلحة الرئيس السابق وتزيد من شعبيته وتعيده منتصرا من جديد للبيت الأبيض. ليس بولتون وحده من يتخذ هذا الموقف، ولكن حتى خصومه الديمقراطيون الذين يرون أن ترامب سيوظف المحاكمة لتجييش مناصريه وشد عصب جماعته، وبالتالي استعادة الزخم الهائل الذي جعل منه رئيسا في عام 2017. بالنسبة لترامب، فربما ستكون هذه المحاكمة هي قبلة الحياة، قبلة لم تكن متوقعة وأتت ربما في الوقت المناسب قبل ما يقارب عاما ونصف العام على الانتخابات الرئاسية. أما لماذا قبلة الحياة؟ فلأن شعبية ترامب تضررت عقب أحداث اقتحام الكابيتول، فقد ظهر كرئيس مارق لم تردعه التقاليد العريقة للرئاسة عن تحريض الرعاع. النقطة الأخرى المفيدة هنا لترامب هذه المرة عكس المرات السابقة هي أن حجاجه السابقة بالمظلومية غير متماسكة وسقطت سريعا، ولكن هذه المرة مختلفة، حجة الاضطهاد والملاحقة السياسية قوية ومقنعة للكثيرين، وبحسب آخر الاستطلاعات فإن هناك انقساما شعبيا حولها، ولكن غالبية الجمهوريين مصطفون خلفه، وحتى من غير المؤيدين له يرون أن خروجه بريئاً بمثابة الكابوس. هذه المرة الأولى التي يجر فيها رئيس أمريكي إلى المحكمة كالقتلة. نحن أمام مشهد جديد سياسي تاريخي غير مسبوق، ومن المؤكد أنه الفصل الأول في دراما مثيرة وطويلة. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم لهذا اليوم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة، والبداية بهذا الخبر وهو عن معاناة نازحي مخيمات مقديشو خلال شهر رمضان. وجاء فيه: تحت ظلال الأشجار تجتمع الأسر داخل مخيم العدالة للنازحين بالضاحية الجنوبية للعاصمة الصومالية مقديشو، هربا من حرارة الشمس في منازلهم المصنوعة من أغصان الشجر، في مشهد يعكس حياة النازحين في أكثر من مخيم بهذه الضاحية. وتشتد معاناة هؤلاء النازحين خلال الشهر الفضيل بسبب اختفاء بعض الحرف
التي كانوا يمتهنونها لسد احتياجاتهم، إلى جانب تراجع ملحوظ للمساعدات الإنسانية والمبادرات المحلية. ويأتي رمضان هذا العام في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن الجفاف في جنوبي البلاد يتوقع أن يتسبب بوفاة 135 شخصاً يومياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما يواجه أكثر من 43,000 نازح المرحلة الأولى من الجوع. شارك عدد كبير من المتسابقين في تحديات الوحل العصير في مضمار سباق جيلين أو جيلين هيلين في سان برناردينو بكاليفورنيا الأمريكية. وسباق الوحل العصير عبارة عن سلسلة من سباقات وتحديات القدرة والتحمل، حيث يحاول المشاركون اجتياز مسافات 5 كيلو و10 كيلو و15 كيلو مليئة بالعقبات والموانع بمختلف أنواعها. وتتميز المسالك الجبلية بانحدار شديد ومخاطر المياه والأوحال والطين والعقبات ذات الطراز العسكري. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أكثر من 70 مليون شخص حول العالم مصاب بالتوحد بحسب الأمم المتحدة، وهناك طفل واحد من كل 100 طفل يعاني من اضطرابات التوحد بحسب منظمة الصحة العالمية. وقد أظهرت الدراسات العلمية بأن العوامل الجينية هي الأكثر أهمية للإصابة بطيف التوحد، إلا أن البيئة تلعب دوراً هي الأخرى بحسب معهد كارولينسكا السويدي. أرقام مقلقة. في أستراليا هناك واحد من كل 150 شخصاً مصاب بالتوحد بحسب دائرة الصحة الأسترالية. أما في الولايات المتحدة فهناك أكثر من 3 ملايين شخص مصابون بالتوحد، وبمعدل مولود واحد من كل 68 مولوداً بحسب السلطات الأمريكية. ويتوجب على البشرية إنشاء أنظمة تعليمية شاملة تمكن الطلاب المصابين بالتوحد من الوصول لمسار تعليمي يختارونه بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، فيما أكدت دراسة علمية على العلاقة المحتملة بين الوراثة والتوحد بحسب مؤسسة سيمونز. دراسات علمية. يعد الطبيب النفسي الأمريكي ليو كانر أول من أطلق مصطلح التوحد أوتيسم عام 1943، ليعلن علماء جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2005 ولأول مرة عن إيجاد صلة بين السلوك التوحدي ونقص مادة كيميائية في الدماغ تساعد بنقل الإشارات عبر الخلايا العصبية وفقاً لCNN. لتكشف دراسة أخرى عام 2017 عن احتمال تعرض المصابين بالتوحد للوفاة أكثر بثلاثة أضعاف من أقرانهم بسبب إصابات يمكن الوقاية منها وفقاً للمجلة الأمريكية للصحة العامة. في الختام نشكر لكم طيب المتابعة، دائما وأبدا ظلوا في رعاية الله، إلى اللقاء.